أيوة. بدي رأيك بمرور رافائيل ودينا الليلة. دينا دينا كالعادة بتفرد شخص النهاردة. رافائيل دافع جامد انت النهاردة. دينا كعادتها بتفرد شخصيتها على الأغاني اللي بتغنيها، ما بحسش انها بتقلد الأغنية الأصلية. كالعادة برضو أداها بيختلف باختلاف الجمل الموسيقية وباختلاف الكلمات. كانت هايلة النهاردة، هي بقالها شوية مركزة والكيرف ما شاء الله في العالي. يعني هقول رافائيل، مش عارف اتكلم فاعلق من غير ما اقول اسمه. عجل على السريع قبل ما يبلش. رافائيل في النوع ده من الاغاني الريتميك السريعه نجح فيها بشكل كبير، سواء الاغنيه اللبنانيه او حتى لما غني اغاني شعبي مصري. هو بيحب المنطقه دي، دمه خفيف فيها، حضوره قوي. انا بحبه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. ميرسي. كان ممتاز النهارده، وكان في حضور، كان في مره نومينيشن، كان خايف شويه النهارده، كان فاكك ومرتاح. نعم. وربنا يوفقهم الاثنين، كانوا كويسين النهارده. شكرا امير. فضلوا. شكرا لكم. شكرا امير. كل طالب عم نخسره، عم نخسر صوت حلو ومشروع نجم. كيف لازم تكون اولى خطواتهم خارج الاكاديميه؟ موضوع كبير يعني، بس هحاول ألخصه. هو الأكاديمية تديهم الشهرة، مش هتديهم النجاح. المفترض أن هم لما يخرجوا ينجحوا، عشان الشهرة مهما لو ما فيش جنبها نجاح هتبتدي تتآكل، هتخلص بعد وقت. النجاح ده محتاج أن كل واحد فيهم يبقى عارف أن لازم يبقى ليه شخصية فنية، ليه مشروع فني اللي في إطاره هيختار الأغاني بقى، سواء كلمات أو ألحان أو توزيعات موسيقية. لان لو كل واحد فيهم معرفش يلاقي لنفسه شكل هيتوه وسط الزحمه الكبيره اللي موجوده دي. اهم حاجه لازم من وجهه نظر يشتغلوا عليها، هو هيبقى مين، هيبقى شكله ازاي، هيختلف عن الناس الموجودين ازاي. دي اهم حاجه. نعم. احنا زعلانين، في ناس كتيره بيبقوا زعلانين في السوشيال ميديا، اصوات كتيره بتطلع، بس ما شاء الله السنه دي عندنا يعني رافعين راسنا، وفي حيره كبيره بتبقى في التسميات وفي النومينيشن. بس بقول لهم ما يزعلوش، لان اللي كمل او اللي ما كملش النجاح مختلف تماما على اللي هيكمل ويوصل فاينل، ومين اللي هينجح وهيكمل في حياته دي مختلفه فعلاً. تماما يعني. مزبوط مزبوط. شكرا لك امير. كيف برايك الطلاب فيهم يستفيدوا من كل المواهب خارج الاكاديميه؟ اي موهبه اضافيه غير الغناء بتنفعهم، بالذات المواهب المتصله بشكل مباشر زي التمثيل، العزف. انا شايف في ناس فيهم كمان بتحب تلحن، تكتب، كل ده هينفعهم اكيد طبعا في شغلهم في المستقبل. وبشوف ان حتى المواهب اللي ممكن تكون بعيده عن الغناء بتثقل تجربتهم نفسها، بتخليهم يعني بقى عندهم ثقه اكتر في نفسهم، وبتوصل للجمهور بعد كده بشكل غير مباشر. وهما ما شاء الله يعني مالتي تالنتد، بالذات في التمثيل برضه. بيتي تاني هشكرها، لان كمان ادائهم في التمثيل بيتطور. برافو بيتي. نعم. وبرافو ليهم كلهم. نعم. شكرا لكم كلكم.